قصة نجاح ملهمة، فتحولت قصة الطالبة العراقية هنار طاهنوري لقصة ملهمة بعد حظها المرتبة الأولى بالقسم الأدبي في امتحانات الثانوية العامة بإقليم كردستان العراق بنسبة 97.43%. وانتشرت صورها بانهماكها في الإعداد للامتحانات والمراجعات داخل غرفة بسيطة لا سقف لها ومغطاة بقطعة صفيح متهالكة، وتفتقر لأبسط الخدمات ومقومات الراحة للمذاكرة والامتحان. رغم كل هاي الظروف تحدتها وصار الحلم حقيقة في زمن التكنولوجيا وحداثة المجتمع. خلونا يحتذى به. أكثر من 20 ساعة قضتها هنار في هذه الغرفة التي كتب على بابها توقف كي لا يزعجوها أثناء دراستها. من قضاء جمجمال في السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.